معك 3 دقايق ترجع من مطرح ما اجيت والا رح حد الملك. يا عاصي بدك تفهم منيح انه ما فيك تكون شخصيتين، شخصيه بتعمل يلي بدها اياه والشخصيه بتطمح تكون رئيس جمهوريه. اهلا سعاده السفير. بونجور مسيو الكوماندون. اللواء سليم. تحياتي. فيديو شو؟ ولا شيء. عم بحكي مع ساميه. ممكن اعرف شو قصه الفيديو اللي ممكن ينتشر؟ شو ناوي تعمل؟ بدي اقتحم القناه اذا بدها تخرب مالطا. انت يا مسخف بدي تفهم منيح انه ما في شيء اسمه كش ملك. الملك ما بيموت. يعني سربت الخطه اللي هو ما بتجيب نتيجه بدون تحالفات. بس اللي عم بصير تحالف ضد البلد مو ضد فضل. نحن اللي عيننا رئيس، نحن منشيله.